فإذا حديثنا عن الإيمان الذي لا يخلص، الإيمان الذي يقود للهلاك الأبدي. نعم. وانت ذكرت عن الإيمان الشياطيني والإيمان الأول، إيمان بتهيأ للظاهري، الإيمان الظاهري اللي بيعتمد على المظاهر الخارجية. وخلينا نيجي للنقطة الثالثة. طبعا في إيمان بنسميه الإيمان العاطفي، مبني على العواطف والمشاعر. في سفر حزقيال صح 33 عددي 31 و32 يقول كده: ويأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعبي. كلام حلو قوي. أيوة. ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كذبهم. وأنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. يبقى هنا الناس بتتفاعل، بيعملوا بيتفاعل، يأتوا كشعبي يجلسوا أمامك يسمعوا كلامهم يعني ويهز راسه. يا سلام، كلام جميل قوي. الترنيمة دي رائعة جدا جدا، أنا حبيت هاي الترنيمة، حبيت هاي الأغنية اللي بتحكي عن الله. مشاعرهم ملتهبة لكن في قلوبهم محبة العالم والمكاسب المالية والمادية. أو بمعنى مرات ناخد الدين والذهاب إلى الكنيسة والعبادة ونرفع إيدينا ونغمض عينينا بس علشان ده بيمشي له مصالح في الشغل. يقول لك ده راجل ده بتاع ربنا، ده راجل ده بتاع الكنيسة، ده الراجل ده بيعرف مش عارف ايه، ده راجل متدين، ده راجل بيحب ربنا. بس الحقيقة هو بيسمع كلام الله من هنا ولا يعمل به. ده ماله ده؟ عبادة عط، وممكن يتأثر وممكن دموعه تنزل بالكنيسة وتشوف واو ما أحلاه. وبره لا يعرف الله، يسمع كلام الله لكن لا يعمل به. زي الفريس اللي دخل في الهيكل علشان يصلي، رفع ايديه: اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس، اصوم لك مرتين في الاسبوع، وعشر ما اقتنيه. زي ما دخل الحقيقه زي ما خرج. ليه؟ عنده ايمان عاطفي، بيعبد الله بعطفه مش بقرار قلبي واعي. وعشان كده الإيمان ممكن يثير العاطفة نتيجة التأثيرات اللي حواليه. يعني مرات في تأثيرات وكلمات بتلهب المشاعر، أو موسيقى أو أي حاجة، أو موسيقى أو ألحان رائعة تلهب مشاعره، فيسمع يبقى مبسوط أو في الكنيسة، ويطلع من الكنيسة نسي ما سمعه وكانه لم يسمع كلمة الله ويفعل ما يشاء. هذا الإيمان أيضا إيمان عاطفي، بيخدع الناس. والرب يسوع المسيح قال إن في ناس هتيجي يسمعون ويقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليسوا في الأصل هم مؤمنون. لا، هم مش مؤمنين. فإيمانهم إلى حين، أول ما تيجي تجربة يرتدون. كلام موجود في إنجيل لوقا أصح 8 عدد 33. يبقى الإيمان ده شكله إيه؟ إيمان طبعا إيمان مبني على المشاعر، وده بنشوفه مرات كتير أو في مجتمعاتنا العربية أو مجتمعات حول العالم. ناس تتأثر بالتسبيح والعبادة والوعظ ويرجع ما يتغيرش. فعلا. يدخل الكنيسة يا سلام مبسوطه، يطلع يحلف ويكذب ويشتم ويسرق وكل حاجة عادي. وهذه نقرة وتلك نقرة.